بس العالم كله دلوقتي يا دكتور سامي بيقول انه ما نجحتش الحكايه، وانه كورونا كشفت انه التعليم عن بعد والتعليم عن الانترنت ده غير ناجح. لا ما غير ناجح فين؟ الطالب في حاجه لان يكون في مدرسته ومع مدرسه. ومع مدرسه للمتابعه لعمليه التفاوض للاتفاق على البرنامج الدراسي، انه يتفاعل مع زمايله ويعمل صداقات. دي ده اللي مطلوب في الايه؟ في المدرسه. لكن التعلم اونلاين، التعلم من بعد، لا ناجح في حتت كتيره جدا. بس بشرط مش يتم زي ما ايه؟ يعني جت ايام كورونا قالوا والله ادي المنصات بتاعتنا اهيت. اللي عايز يحضر على المنصه اهلا وسهلا، واللي عايز يجي المدرسه اهلا وسهلا. ما ينفعش. ده لازم يبقى المنصه شغاله على برنامج وعلى جدول، وفيه مدرس شغال من خلالها عشان يبقى فيه تفاعل بينه وبين الطالب او التلميذ اللي قاعد في البيت، وان التلميذ يبقى شايف زمايله على الشاشه اونلاين ويتكلموا مع بعض ويشاوروا البعض وحاجات زي كده. وده حصل في مصر في المدارس الخاصه. المدارس الخاصه عملت نفسها منصات وعملت نفسها مدرسين. يعني احب لكن الغلابه اشاور على الحكايه دي يا دكتور، وانه برضو العالم كله بيقول انه الموضوع ده ما كانش موضوع ايجابي، والعوده الى المدارس كان العوده كانه انقاذ للبشريه. العوده الى المدارس شيء اساسي، ما حدش قال فيه ده حاجه، لكن لا نريد ان احنا نغمط قيمه التعلم من بعد، لان شئنا ام ابينا هو الموجه التي ستبتلع كل اشكال التعليم فيما بعد. التعليم هيبقى تعصين قال كالماء والهواء، هو هيبقى بقى كالماء والهواء بهذا الايه؟ الشكل، وهيبقى يجي لنا من كواكب اخرى ممكن في والناس قاعده عايزه تتعلم وهتتكلم. فلازم بس يبقى في ايه؟ نوع من التفاعل ما بين المرسل والمستقبل. اخيرا